أخوتي أخواتي الفلاحة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أجيو ناخدو العبرة من الخبرة اللي كتقدمها مبادرة OCP المثمر. اليوم كنتواجدوا في جامعة بالمنصور إقليم القنيطرة، وكنحضروا المنصة التطبيقية حول الزراعة ديال البطاطس، وكنتكلموا كذلك على التسميد ديال العمق. غنشوفوا بزاف ديال المراحل ديال الزراعة ديال البطاطس رفقة سي إيهاب الوزاني ممثل مبادرة OCP المثمر بإقليم القنيطرة، وغنشوفوا معاه كاع هاد المراحل مع الفلاحة اللي مشاركين في هاد المنصة التطبيقية. يلا نمشيو نشوفوا هاد المراحل ديال المنصة التطبيقية هنا في إقليم القنيطرة. اليوم حنا كنتواجدوا بجماعة بن منصور، وبالضبط في دوار ولاد محمد. فاليوم حنايا في واحد المنصة تطبيقية خاصة بزراعة البطاطس. هذه المنصة التطبيقية اللي تعطات الانطلاقة ديالها بالتحاليل تاع التربة. فكنعاودوا نذكروا بأن التحاليل ولا أخذ العينة تاع التربة كيكون قبل ما تبدا الزراعه ديالنا، قبل اي عمليه تاع الحرث او تهيئه تاع فراش الزرع. فالتحاليل تاع التربه كيخولوا لنا اننا نحصلوا على واحد التركيبه مشخصه، التركيبه المشخصه اللي كتكون مرتكزه على ثلاثه ديال المعايير الاساسيه. المعيار الاول اللي هو كميه ديال العناصر المغذيه اللي عندنا في التربه. المعيار الثاني اللي هو الزراعه المستهدفه اللي في المثال ديالنا اللي هي زراعه البطاطس. فالاحتياجات ولا الحاجيات ديال الزرعه فهي كتختلف من زراعه الى اخرى. وثالثا واخيرا المردوديه المستهدفه، يعني شحال بغينا نوصلوا في الطوناج. من جهه اخرى فمن بعد فاليوم حنايا بصدد الزراعه ديال هذه المنصه التطبيقيه. العمليه تاع الزرع كتكون بواحد الشكل اللي كنجيبوا فيهم البذور مختاره اللي كتكون مستورده من الديار الاوروبيه بشكل عام، وكتكون كيكون واحد المقدار ديال كميه تاع البذور اللي كيتراوح ما بين 2 الاطنان الى 2.5 طن في الهكتار الواحد. المسافه اللي كتكون فاصله ما بين الخط والخط فهي كتكون تقريبا ما بين 80 سنتيمتر حتى المتر واحد، وما بين الدرنه او بذره وبذره كتكون تقريبا 10 ديال السنتيم. المنصه التطبيقيه فهي مزوده بواحد نظام ديال السقي او نظام الري بالتنقيط لما له من ايجابيات حول في الاقتصاد في الماء، وكذلك عقلنه التسميد التغطيه اللي كيكون على حسب مراحل نمو الزراعه ديالنا. بالنسبه للعمليه التسميد، يعني من الاول يعني باش خصك تبدا، يعني على حساب دوك الارقام اللي كيعطيونا في لي زونغري، كاين اللي كيعطيك مثلا 15 15 10 20 20 10، يعني شنو ما يعني حنا بالنسبه لنا في البطاطا شنو خصنا التركيبه، يعني اللي نبداو بها من الاول. على حساب البطاطا هذا العام جات كانت كتفرقع بزاف، عرفناش حنا واش من الماء واش من لونغري واش شنو، يعني فهمتي هذاك الشيء علاش انا كنسول على التركيبه اللي يعني خصني نخدم بها في الاول. من اول مرحله حنا كنشتو لانغري، يعني عارف باش تتم جايه بطاطا نايضه، هذيك الساعه كنبداو نشتو لانغري. شكرا على التساؤل اللي طرحتي. فبالنسبه للارقام والدلاله ديالهم فخصنا نبداو قبل ما نطرقوا الارقام والدلاله ديالهم، فخصنا نذكروا بانه نسبه الخريطه تاع خصوبه تاع التربه اللي درناها على الصعيد الوطني اللي قامت بها مجموعه OCP رفقه الشركاء ديال الاساسيون. فمرينا من التركيبه الجهويه للتركيبه الاقليميه، والان حنا بصدد كنتكلموا على التركيبه المشخصه الخاصه بكل فلاح. فالتركيبه المشخصه فبالنسبه لهذه المنصه التطبيقيه، فمن بعد ما قمنا بالتحاليل تاع التربه حصلنا على واحد التركيبه اللي هي خاصه بالفلاح. التركيبه اللي خرجت لك السيونس هي 13 12 23، بواحد المقدار ديال جوج القناطر ونصف في الهكتار الواحد. فبالنسبه للدلاله ديال الارقام فكل رقم كيرمز لواحد العنصر مغذي اساسي. رقم الاول فهو كيرمز العنصر ديال الازوت، ورقم الثاني فهو كيرمز العنصر ديال الفوسفور، ورقم الثالث فهو كيرمز العنصر ديال البوتاس. فهاد التركيبه هذه كتسمى تركيبه سماد العمق. سماد العمق اي سماد ديال الدماراج، هو باش كتنطلق عندنا الزراعه، هو اللي كيمشي مع عمليه ديال الزرع.
فهنا عندكم في هذه المنطقة كيف ما قلتي فإنه الناس كيخليو حتى كتنوض الزراعة عاد كيديروا سماد العمق. وهذا الشيء اللي هو خاطئ، لأنه خاصنا مع عملية تاع الزرع كنديروا التسميد ديال كنديروا سماد العمق باش كنحصلوا على واحد الإنبات متجانس، واحد الإنبات اللي هو جيد.